بسم الله الرحمن الرحيم. الآن رح نبدأ بالفيديو الثاني من المجموعة اللي هي 29 سؤال. ما جوش معاي كلهم بفيديو واحد، قسمتم أول 10 أسئلة طلعوا بفيديو، نفس العنوان على فكرة، ذا كاش بادجت، بنفس اليونت اللي هي اليونت 10، بنفس البارت 1 بالسي ام اي 2020، بنفس العناوين تبعت اليونت 10، بادجيتنج اللي هي الموازنه او اعداد الموازنه، كونسبتس مفاهيم، ميثودولوجيز طرق الاعداد، اند بريبريشن كيفيه الاعداد. طبعا العنوان تبعنا الان اللي هو 10-8 سكشن او سب يونت 10-8 ذا كاش بادجت، الموازنة النقدية. طلعنا 10 أسئلة بالفيديو السابق، الآن ترتيب زمني وترتيب تسلسلي، حطينا هناك من 1 إلى 10، الآن حنحط من 11 إلى الله أعلم، يمكن تطلع ل20، يمكن تطلع ل29 بفيديو واحد، ما أدري كيف حتيجي الأمور معي. أوكي، وخلينا نبدأ بالسؤال اللي هو رقم 11، هي سؤال رقم 11، فخلينا نهيئ أنفسنا للسؤال من خلال الفاكت باتر، معلومات. Bulk retailers is developing cash. is بمعنى للفردي، إذا تجار التجزئة، هذول مجموعة تجار التجزئة اللي اسمهم Bulk عم بيطوروا، طبعا بمعنى الإز، يعني هنا مجموعة بمعنى الإز، عم بيطوروا أو هذه المجموعة تطور كاش and other budget information، معلومات عن الكاش بادجت وكمان الأذر بادجت، يعني في كاش بادجت، في بالانس شيت بادجت، أوكي، في إنكم بادجت، يعني بمعنى كل البادجتس او كل الموازنات الفرعيه الضروريه لاعداد الماستر بادجت او الكومبريهنسيف بادجت او الـ او بروفيت بلان بادجت للشركه. اوكي، فور جولاي، لجولاي شهر 7، اوغست شهر 8، اند سبتمبر شهر 9. ات جون 30 بلك هاد كاش اوف، دائما عندما تبدا البادجت، فتره البادجت بده يكون في ارقام رصيد اول المده قبل بدايه البادجت، فبقولوا هون الكاش كان المفروض يكون عندنا 6600 في جون 30، يعني اليوم الاخير من جون، والذي يعتبر بقلب ثاني يوم بصير اليوم الاول من ايه؟ من جولاي، يعني كانه رصيد اول جولاي. 6600 هيها الكاش 6600 في جون 30، حيصير الف ثاني يوم بكره الصبح، حيصير بعد الساعه 12 بالليل، بصير الصبح، بصير beginning balances of cash لا جولاي اللي هي 6600. accounts receivable of 524000 هيها accounts receivable 524000. inventories of 371280 هي inventories of 371280 و accounts payable of 159666 هيها accounts payable 159666. طبعا هو اعطانا اللي بتهمه المعلومات، مش كل معلومات الميزانيه. اذا اعطانا هذه الارقام اللي هي رصيد اول المده مشان تبدا ارقام الموازنه في الكوارتر اللي هو جولاي اوغست اند سبتمبر، الكوارتر الثالث. The budget is to be based on the following information، الموازنه للكوارتر تبع جولاي اوغست عن سبتمبر راح تعتمد على الفرضيات التاليه. حلو؟ طيب. Sales
المبيعات each month sales are billed on the last day of the month. كل مبيعات الشهر كاملة بتظلها تجمع حتى تفوتر على الكاستمر باخر الشهر. إذا في سبسيدري وفي جنرال، بمعنى دفاتر يومية مساعدة بنجمع المعلومات لكل واحد من الكاستمرز، وبعدين بنجمعها في دفتر يومي عام ونسجل قيد، وبعدين بنفوتر بنقول بنسجل ديبت اي ار وكريدت سيلز. والاي ار بيكون عندي عدد من الكاستمرز، يمكن 500 كاستمر، 500 كاستمر هذول كل واحد له صفحه اسمها سبسيدري، مجموعها بتنزل بالكنترول اللي هو الكنترول تبع الاي ار. هاي مش 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 قضيتنا الان. اوكي، كاستمرز ار الاود 2% ديسكاونت، الكاستمر مسموح له 2% ديسكاونت اف بيمنت از ميد ويذين 10 دايز، اذا سدد خلال 10 ايام. هيا هيا 2 10 2 10، هيا شايفينها، باخذ 2% اذا دفع خلال 10 ايام من الشهر التالي لشهر البيع، من الشهر التالي لشهر البيع. Receivables are booked gross، تسجل بالجراس، يعني 2% بتكون جزء من العملية. بعدين عاد إذا سدد بنخصم له 2% وبناخذ منه 98%. 65% of the billing are collected within the discount period. هاي مكتوب هون 65% within the discount period. تمام؟ و 20% are collected by the end of the month. هي 20% by the end of the month، هذا الشهر اللي هو الشهر التالي لشهر المبيعات. اوكي، 10% are collected by the end of the second month، 10% تحصل by the end of the second month. لاحظ، خليك معي، ها هيا 10% by the end of the next month، second month، يعني هذا ال first month التالي لشهر المبيعات، في شهر تالي وفي شهر تالي للتالي اللي هو second. إذا بالشهر التالي 2% 10 أول 10 أيام، وبعدين الباقي القيمة كاملة بخلال ال 20 يوم التاليات بيخلص الشهر. الشهر اللي بعديه 10% by the end of the next month، و 5% uncollectible ما بتحصلوش، يعني إعدام. إذا هون عندي 65% خلال ال 10 أيام، 20% خلال الباقي اللي هي ال 20 يوم الباقيات، و 10% خلال ال second month by the end of the next month، يعني بنهاية الشهر، و 5% uncollectible. بنرجع لهون 5% proof uncollectible يعني إعدام. Bad debts. طيب الـ purchases، 60% of all purchases of materials and selling general and administrative expenses are paid in the month purchase. إذا 60% of all purchases of material and selling general and administrative expenses are paid in the month purchase. 60% تدفع تسدد بنفس شهر المشتريات. يلا معي، هيا 60% of purchases of material and الماتيريال والسيلينج والادمنستريتيف، مصاريف البيعيه والاداريه والعموميه واثمان المواد الخام، to be paid in the month of purchases 60% منها، و 40% to be paid the following month. اوكي، طيب معلومه ما هيش صعبه، سهله حنستخدمها الان. Each month ending inventory in units is equal 120% of the next month's unit sales. هي هذا المثال دائما بعطيكم اياه، هذا مثلث اسمه مخازن، دائما رمز للمخازن. اذا المخازن لازم يكون فيها 120% من مبيعات الشهر التالي. هيا 120 of the next month's unit sales، طبعا مبيعات الشهر التالي باليونتس بالحبه، ما لي علاقة بالفلوس، بالحبة باليونتس، مش
مشان نروح على الكوست اوف سيلز. The cost of each unit of inventory is ايوه هي 25. اذا كل حبه عم بتكلف 25. Cost of each unit يساوي 25 دولار. Selling general and administrative expenses of which 3000 is depreciation are equal to 20 of the current month sales. الإدارة المصاريف الإدارية والبيعية هيها السيلينج اند جنرال ادمنستريتيف اكسبنسز 20% اوف ذا كرنت مانث سيلز واللي منها ويتش 3000 ديبريشيشن. ديبريشيشن مشان مالوش علاقة بالكاش. ديبريشيشن صم اشي انشرى قبل سنة وسنتين وثلاث والان بعمل له قيد جردي ما له علاقة بالكاش، هو مصروف لكنه ليس له علاقة، مشان نستثنيه من عملية الكاش اوت مثلا الديسبيرسمنت. هذه المسألة لهون خلصت، هاي المعلومات معروضة عليك، اوكي؟ الآن بنروح على الـ actual and projected sales are as. إذا المي بالدولارز وباليونتس 424,000 و10,600. إذا في عندنا لاحظون مبيعات 10,600 424,000 قيمة المبيعات 10,900 في جون 436,000 10,700 يعني بديش أنا أطول الكلام لأنه هذا كله مذكور هيو قدامنا، أوكي؟ طيب إذا الآن بقول ما هو السؤال؟ بولكس budgeted cash disbursement during August، قديش بدنا ندفع فلوس during August؟ during August. تمام؟ طيب أنا زمان كنت أجيب هذه الصفحة، هذا هو الحل طبعا، هذه الصفحة أصورها وأجيبها وأحطها هون، بديش المعلومات تتلخبط، أنا لا بروح لهون وببدأ بالحل. الحل بدنا نشوف قديش disbursement خلال the month of what August. إذا باجي لهون وبقول purchases قانون المشتريات شو يساوي؟ cost of sales تكلفة المبيعات زائد ال required أو بيسموه desired ending inventory ناقص ال beginning inventory، أوكي؟ هذا بالنسبة للبضاعة اللي بنشتريها مشان نبيعها. طبعا بدنا نشوف قديش مشتريات جولاي لأنه السؤال بيحكي عن أوغست وأوغست يتأثر، لاحظ هون يتأثر بمشتريات جولاي لأنه جولاي 60% واللي بعديه بيدفع 40%، إذا أوغست حيتأثر بمشتريات جولاي، لذلك أنا بدي أروح أشوف هون عندي جولاي بيرتشيزز شو تساوي كوست أوف سيلز، بروح على القائمة تبع جولاي، هاي جولاي 10,700 وحدة يونتس، إذا بحطها هون 10,700 زائد قانون الإندينج إنفنتوري اللي قلنا عنه هون 120% of next month sales، لاحظ 120%، إذا برجع على جولاي، أنا بس السؤال على أوغست، إذا برجع على جولاي اللي هي 10,700 أيها زائد 120% من اليونتس تو بي سولد ان اوغست لأنه بعد جولاي اوغست، إذا زائد رصيد آخر المدة في جولاي which means 120% هيها 120% من مبيعات اوغست، إذا بروح بضرب 120% من مبيعات اوغست، وينك يا اوغست؟ هاي اوغست هي 10,200، إذا هي بضربها 120 في 10,200، شو الجواب بيطلع؟ 12,240، هاي في هاي بيطلع 12,240، كأني بقول 10,700 زائد 12,240 ناقص رصيد أول المدة لك يا جولاي. طب رصيد أول المدة جولاي يعتبر رصيد آخر المدة لجون. طب القانون 120% من مبيعات ما بعد جون اللي هو جولاي، إذا شو بعمل؟
بقول ناقص 120% من مبيعات جولاي اللي هي 10700. هيها جولاي 10700. تمام؟ لأنه جولاي رصيد آخر المدة فيها وعبارة عن 120% من مبيعات، قصدي رصيد أول المدة بجولاي هو رصيد آخر المدة بجون، وهو يساوي 120% من مبيعات جولاي، ومبيعات جولاي هيها 10700، هيها حطيناها هون، هيها هون بضربها ب 120% بصير ناقص هاي هذه في هذه بيطلع 12840. بصير المعادلة 10700 زائد 12240 ناقص 12840، الجواب بيطلع 10100 يونتس، اللي هو قديش لازم نشتري في جولاي مشان نلبي الرغبات، انه بنهاية الفترة لازم يكون عندي بجولاي، نهاية فترة جولاي 120% من مبيعات اوغست، وبافتراض انه كان عندي بداية جولاي شو 120% من مبيعات جولاي، لانه بداية جولاي يعتبر نهاية جون، اوكي، ونهاية جون ينطبق عليه القانون اللي هو 120% of the next month sales. طيب اذا صار عندي هون لازم اشتري في جولاي 10100، اذا الجولاي بيرتشيز 10100 ضرب 25 جيفن بالسؤال، هيها ب 25 كوست اوف ايتش يونت 25، اذا بضرب في 25 بيطلع 252500 مشتريات جولاي. هلا السؤال هو على اوغست، هيو على اوغست مشان نشوف كاش ديسبيرسمنت في اوغست، اذا خليني اروح على اوغست بيرتشيز لانه الثنتين بياثرن، خلينا بس نحسب قديش البيرتشيز تبعت اوغست تساوي مبيعات اوغست، هي بالتكلفه طبعا كوست اوف سيلز بالوحدات، طبعا 10200 بالوحدات بعدد الوحدات 10200، هي اوغست 10200 زائد 120% اوف ذا نيكست مانث، 120% زائد رصيد اخر المده يونتس تو بي سولد ان سبتمبر، ناقص 120% تبعت ايش؟ جولاي على اوغست، يعني من اوغست هي 120% تو بي سولد ان اوغست، اذا 10200 زائد 120 اوف يونتس تو بي سولد ان سبتمبر ناقص 120 اوف يونتس تو بي سولد ان اوغست، بكمل 10200 زائد 120% في يونتس تو بي سولد ان سبتمبر، وينك يا سبتمبر؟ هاي سبتمبر 10800، اذا بضرب ال 120% في 10800 بيطلع جوابهم 12290 او 960، 12960 ناقص رصيد اول المده اللي هو تبع مين؟ تبع اوغست اللي هو نهايه جولاي، شو بنقول عنه؟ هيها 120% في 10200، 10200 شو قلنا؟ جولاي على اوغست، اوغست قديش هي؟ 10200، اوغست قديش هي؟ 10200، اذا بروح ضارب 120% في 10200 بيطلع 12240، حسبناها قبل شوي 12240 هيها اللي كانت رصيد اخر المده لجولاي، هلا اخر المده لجولاي تعتبر رصيد اول المده لاوغست هي نفسها، إذا الجواب شو بيطلع؟ 10920 يونتس تو بي بيرتشز ان او ان اوغست، برد اضرب ب 25 دولار، إذا اوغست بيرتشز 10920 ضرب 25 دولار جيفن بالسؤال، هيها 25 دولار، هيها بالنص موجودة 25 دولار، هيها اوكي، إذا قديش بيطلع عندي مشتريات اوغست؟ 273000. طبعا عندي انا حاطط النظام هون انه بنقول 60% of purchases to be paid in the month of purchases و 40% بالشهر التالي، والسؤال على اوغست، اذا باجي لهون
وبقول الآن cash disbursement in August for purchases. For purchases. لل purchases تبعت August. شو منقول؟ 252 ألف هيها و500 تبعت مين؟ تبعت جولاي. ال 252 ألف و500 يدفع منها 60% بنفس الشهر و40% بالشهر التالي، إذا تبعت جولاي بندفع منها 40% في أوغست. هيها. إذا بضربها بالجولاي هيها 252 ألف و500 بضربها ب 40% معناته بطلع قديش؟ الجواب 264800 المدفوعات في أوغست عن جولاي. طيب في أوغست عن أوغست 60%، هي المشتريات تبعت أوغست 273000 بضربها ب 60% لأنه النص تبعها 60%. وينها؟ وينها؟ 60% هي 60% نفس الشهر والشهر التالي أكيد الريميندر in the following month 40%. إذا الآن أوغست عن أوغست بدي أضرب ب 60%، 273 في 60% بطلع المجموع تبعهم 264800. 264000 cash distribution in August for purchases. تبعت جولاي 252000 ب 40 بيطلعش هذا الرقم لحاله. هذا زائد هذا 273000 في 60 اضربها انت بنفسك بيطلع الجواب 264400. اذا يجب ان يدفع في اوغست عن مشتريات اوغست من الماتيريال 264800. طيب 60 of all purchases of material and selling general and administrative expenses are paid in the month of purchase and the remainder in the following month. إذا 60% نفس الشهر والباقي الشهر اللي بعده. تمام؟ طيب. هذا كلياته مشان هذولا. بيطلع 264800. بنرجع نقول عندي هون 408 في 20%، شو هاي ال 20%؟ بأوغست 408 في 20% ناقص 3000. لاحظ هيها هاي ال 20%. The billing are collected within the discount period، يعني الفواتير البيلينج collected حصلت within the discount period 20% are collected by the end of the month 10% are collected by the end of the second month and 5% proof and collectible. طبعا هذه ما اعتقدش انه احنا معنيين فيها وانما اوكي بنيجي هون هون بنيجي هون معلش هذه للكوليكشن مش للديسبيرسمنت، احنا موضوعنا هون الديسبيرسمنت. فأنا شدتني هاي ال 20%، لا أنا بدي أجي ال 20% هاي. هون شو بقول؟ خلص لحد هون، سيلينج جنرال ادمنستريتيف اكسبنسز اوف ويتش 3000 از ديبريشيتد ار ايكوال تو 20% اوف ذا كارنت مانث سيلز. إذا في كل شهر وطبعا أنا بعنيني الآن أوغست، في كل شهر بعنيني أوغست. طيب؟ إذا بنقول عندنا هيها أوغست السيلز 408000 بدي اضربها ب 20%. هيا 408000 بضربها ب 20%. وبعدين بطرح منها الديبريشيشن لأنه بالسؤال بقول في عندك ديبريشيشن 3000 اوف ويتش ديبريشيشن هذول ما هن كاش أوت بشيلهم. إذا بعد ما تضرب هذا الرقم 408 اللي هي السيلينج ادمنستريتيف اكسبنسز تبعت اوغست اللي هي 20% من مبيعات اوغست وهي مبيعات اوغست 408000 في 20% بيطلع الجواب ناقص 3000. تمام؟ ناقص 3000 في 60%. شو قصده بال 60%؟
نفس ما ينطبق على البيرتشيزز، نفس ما ينطبق على البيرتشيزز. شوفوا بيرتشيزز سيلينج جنرال ادمنستريتيف ار بيد ان ذا مانث اوف، اذا بنفس ان السنه يدفع 60 والسنه اللي بعديه يدفع 40. اذا هون بعد ما حسبنا قديش بيطلع عندنا الرقم هذا 408 في 20% ناقص 3 بضربها ب 60%، لانه بنفس الشهر يجب ان تدفع تلك المصاريف التشغيل، مصاريف السيلينج والادمنستريتيف والجنرال بنفس الشهر 60%، بيطلع 47160 هذا في اوغست، عن اوغست. طيب الشهر تبع جولاي بده يصب في اوغست، لانه قلنا قبل شوي 60 و40، ال 60 في جولاي راحت، بظل الجولاي بتاثر على اوغست ب 40، فبدي اروح على جولاي واضرب الادمنستريتيف تبعتها، هيها جولاي 428000 في 20% مشان تطلع معي السيلينج والادمنستريتيف اكسبنسز، هيا 428 في 20% بشيل ال 3000، ما هو قايل لي لازم تشيل ال 3000 اللي هي ديبريشيشن، ما هياش كاش اوت. اذا بشيل ال 3000 بيطلع الجواب بضرب ب 40، لانه جولاي بصب في اوغست، يعني بندفع عنه باوغست، بتسدد عنه في اوغست، الشهر التالي اللي هي ال 40% اللي ظلت، بيطلع 33040. اذا الان شو بعمل؟ بجمع اللي هو 264000 تبعت الماتيريال، هيها 264800 اللي هي جايه من هنا 252500 جولاي بيرتشيز ضرب 40% هيها، زائد 273000 60% هيها، اوكي. لذلك بجمع هذول الرقم، هذا الرقم 264800 زائد 47 زائد 33 هي زائد 47160 زائد 33040، اوكي. ما يدفع في اوغست عن اوغست، ما يدفع في اوغست عن جولاي، بجمعهم بطلع الجواب 345000 تو بي بيد، بسموها كاش ديسبيرسمنت، واستثنينا الديبريشيشن، لان الديبريشيشن ليس له اثرا نقديا، عباره عن قيجردي مصروف لكنه مش كاش اوت او كاش اوتلي. اذا الجواب 345000 بهكذا سؤال، وين باجي؟ بجيب وينك يا 345؟ الجواب دي. اذا هذا الحل كنت بالاول افرد يمين ويسار، لا خليه قدامنا هيك احسن. اذا الجواب عندنا دي لهكذا سؤال، يلا بنروح على الجواب، هذا دي وهذا حل الكتاب. احنا مش بحاجه لحل الكتاب ما دمنا احنا حلينا المساله بطريقتنا. سؤال 12. Information pertaining to NOSK Corporation sales revenue is presented in the following table. إذن معلومات تخص شركة NOSK، مبيعاتها، طبعا مبيعاتها إيراداتها مثلا نسميها sales revenue أو إيرادات المبيعات، is presented in the following November وديسمبر وجانيوري year 1 year 2 year 3 actual budgeted cash sales وكريدت سيلز وتوتال سيلز، يعني مبيعات على الكاش وبعدين عندنا كريدت، مبيعات على الكريدت يعني ظلت عند الناس. انا دائما بحط الرسمه هاي مشان نوضح الفكره. مانجمنت استيميتس ذات 5% اوف كريدت سيلز ار انكوليكتبل، اذا في عندنا 5 اجمعهم هذول 25 زائد 75 بيطلع قديش عندي؟ 100، لا هون عندي 60 زائد 35 95، هاي الكولكشن 60 بنفس الشهر، اوكي. اوف ذا كريدت سيلز ذير ذات ار كولكتبل 60% ار كولكتد ان ذا مانث اوف سيل، هاي 60% كولكتد ان ذا مانث اوف سيل، اند ذا ريميندر ان ذا مانث فولوينج ذا سيل، اند ذا ريميندر ان ذا مانث فولوينج ذا سيل، اجمعهم 60 زائد 35 بيطلع 95، وين الخمسه؟ هي ان كولكتبل. طيب quantity of inventory purchase is equal to next month، دائما انا بحط مثلث كبير خلال الفتره هي البيرتشيزز، وبالتالي is equal to next month cost of sales، اذا المشتريات بالفتره تساوي الكوست اوف سيلز
في الشهر التالي. هيا هيا شايفين هالإشارة هاي؟ هاي السهم كوست اوف سيلز. أنا بحط دائما كوست اوف جود سولد يعني مشان تكون أوضح. خلص خلينا نتابع معه هو كوست اوف سيلز. And the gross profit margin is 30%. The gross profit margin تعني إنه عندنا الكوست اوف سيلز تساوي 70% والجروس بروفيت يساوي 30%. All purchases of inventory are on account. All purchases of inventory are on account. كل مشتريات البضاعة على الحساب. Purchases on account. كل المشتريات على الحساب. يعني بيشتروها ما في down payment فورا. بيشتروها بعدين بيدفعوا كاش. 25% are paid in the month of the purchase. هي 25% تدفع بنفس الشهر. And the remainder are paid in the month following the purchase. هي الريميندر 75% تدفع في الشهر التالي. وبالاحمر مشان نحس انه في دفع. Following the purchase. Question 12. سؤال 12. نوسكي كوربوريشن بادجت توتال كاش بيمنت ان ديسمبر year 1 for inventory purchases. اذا قديش بدنا ندفع؟ ديسمبر year 1. ديسمبر year 1 وانا حاطط هون نوفمبر وحاطط هون ديسمبر. اذا قديش بدنا ندفع في ديسمبر year 1 يعني السنه الاولى for inventory purchases لمشتريات البضاعه تبعت المخازن. البضاعه اللي بنخزنها وبنبيعها بنشتريها مشان نبيعها. طبعا الحل تبع صاحبنا طويل هنا ما بدي افتحه وانما خلينا نقول نوفمبر. هلا بيحكي عن ايه؟ عن بيمنتس معناته ديسبيرسمنت. بدي اروح على المشتريات. نوفمبر بيرتشيزز شو تساوي؟ مشتريات نوفمبر تساوي كوست اوف جود سولد او كوست اوف سيلز. هيا خلينا نشيلها هذه. سوري. كوست اوف سيلز ان ديسمبر كوست اوف سيلز ان ديسمبر وتساوي 460,000. منين جبنا ال 460,000؟ هذا هي كوست اوف سيلز 460,000. هيها ديسمبر يير 1 460,000 ضرب 70%. 70% ليه؟ لانه الجروس بروفيت 30 معناته الكوست اوف سيلز تساوي 70% من السيلز. اذا 70% من مبيعات ديسمبر 460,000 في 70% بيطلع 322,000 اللي هي الكوست اوف سيلز بديسمبر بنوفمبر. لاحظ بس نوفمبر بيرتشيزز مقرونه. هيا نوفمبر بيرتشيزز مقرونه بالكوست اوف سيلز تبعت الشهر التالي. لذلك ربطناها احنا بديسمبر مشان ما نقول والله ما خبصنا. احنا بنشتغل صح. إذا الكوست اوف سيل تبعت 322 تبعت نوفمبر اللي حتغطي اللي هي ايش؟ مبيعات ديسمبر. طيب نيجي على ديسمبر. ديسمبر بيرتشيز شو بدنا نشتري؟ ديسمبر من لجانيوري. هاي جانيوري عندي هون. إذا ان جانيوري كوست اوف سيلز ان جانيوري هيها بعملها هيك يساوي 240,000. هي 240,000 السيلز تبعت جانيوري ضرب 70% بيطلع عندنا 168,000 اللي هي شو؟ اللي هي ديسمبر بيرتشيزز لتغطي جانيوري. اذا لازم تكون 168,000. ديسمبر بيمنتس ديسمبر بيمنتس يساوي قديش بدنا ندفع لديسمبر او خلال ديسمبر؟ 25% من ديسمبر لانه هون بيقول اون اكاونت بندفع 25% بعد ما نسجل على الحساب بندفع 25% من نفس الشهر. اذا 25% اوف ديسمبر بيرتشيزز زائد 75% اوف نوفمبر لانه نوفمبر حيصب في وين؟ في ديسمبر. نوفمبر حيصب في الشهر التالي. اذا 25 من نفس الشهر زائد 75% اوف نوفمبر. وينك يا نوفمبر؟ انت هي. إذا 168,000 تبعت ديسمبر بيرتشيزز ديسمبر مقترنة بمبيعات جانيوري وحسبناها على أساس جانيوري. إذا بيطلع 168,000 نضربها ب 25% حنسدد منها 25 بنفس الشهر زائد 322,000 تبعت نوفمبر حنسدد منها شو؟ 75% في الشهر التالي. هيا
75%، بيطلع الجواب 42000 زائد 241500. هذه في هاي 42000، وهذه 322 في 75 بيطلع 241500، احسبها بالآلة الحاسبة وتساوي 283500 to be paid out، اوكي، خلال ديسمبر. كاش لازم يطلع خلال هذه البادجت، لازم نعملها. اذا الكاش بادجت لازم نطلع الديسبيرسمنت 283500، الجواب عندنا بي، هذه بي. السؤال اللي بعديه 13، هيو 13. كوبر كمباني مانجمنت تيم از بريبيرينج ا كاش بادجت فور ذا كامينج كوارتر، ها كامينج كوارتر، كوارتر كامل هيو جانيوري فبروري اند مارش. ذا فولوينج بادجت انفورميشن از اندر ريفيو، تحت المراجعه. ريفينيو 700000 800000 500000 حسب الاشهر، اكيد لها علاقه بالسيزونز والمواسم. انفنتوري بيرتشيزز، حنشتري بضاعه 350 425 225. اذر اكسبنسز 150 175 175 معلومات. ذا كمباني اكسبكتس تو كولكت 40%، هيها كولكشن بالاخضر، كولكشن 40% اوف اتس مانثلي سيلز ان ذا مانث اوف ذا سيل، من مبيعات نفس الشهر بنحصل 40% عن 60% هيها next month، 60% in the following month. 50% of inventory purchases are paid in the month of purchase. 50% 50% of inventory purchases are paid. هاي معطيك على الكولكشن ومعطيك على البيرتشيزز. 50% من المشتريات تدفع بنفس الشهر. And the other 50 in the following. هاي الـ other 50 أكيد حتطلع معايا in the following. أنا مرات بنسى، مش ضروري يعني الواحد يعني يعك كثير بالرسمة، بس هي الشغلة واضحة هيك. أوكي. هيك. تمام؟ قديش بدنا نحط؟ 50%. الشهر الثاني. Following the month. All payments for other expenses are made in the month incurred. كل المصاريف الأخرى هاي بنفس الشهر. Question 13. Cooper forecast the following account balances at the beginning of the quarter. إذا عندها توقعات قبل ما تبدأ بالكوارتر. الموازنة تبعتها جانيوري فبروري مارش. بدها تكون أرصيدتنا 100,000 كاش. اكونت ريسيفل 300000 واكونت بيبل 500000، هذا بدنا نقبضه وهذا بدنا نسدده. Given the above information the projected change in cash during the coming quarter، بيحكوا على الكوارتر كله. شوف change in cash يعني الكاش بده يحكي عن الكاش ان والكاش اوت. إذا أنا طبعا الحل تبع الكتاب نفسه جايبه بس مرقم واحد، خليني والله هذه أعملها كت وأرد أرجعها زي ما كانت. كوبر كولكشنز فور ذا كوارتر كان بي كالكوليتد، بده يحسب هون حسب حل الكتاب إنه قديش أنا بدي أجيب كولكشن خلال كوارتر مش خلال شهر. هلا جانيوري ال 700,000 هذه سيلز حتحصل منها قديش؟ هيها الكولكشن 40% بتضرب 700 في 40% بيطلع 280، 7 في 4 ب 28، 280 خلال جانيوري. والشهر اللي بعديه 60% ما في ان كولكتبل، اذا 60 في 70، 6 في 7 ب 42 يعني 420,000 سيتم تحصيله في فبروري. الثنتين هذول جانيوري فبروري خلال الكوارتر. باجي على فبروري. الفبروري مبيعاته 800,000.
الفبروري بصب بفبروري قديش؟ 40%. إذا 4 في 8 ب 32، 320 ألف في فبروري. الشهر التالي 60%. إذا 60% في 800 بيطلع 48، 480 ألف يعني. إذا هذا ما يأتي برضو ضمن الكوارتر. هذا ضمن الكوارتر، هذا الكوارتر، هذا الكوارتر. بعدين بمارش، المارش ما بصب غير ضمن مارش. يعني شو؟ 60% 40% من مبيعات مارش 500. 4 في 5 ب 20 يعني 200 ألف، هي 200 ألف. إذا اجمع هلا جانيوري 280، فبروري 420 زائد 320 740، ومارش 480 زائد 200 680. إذا كل الكوليكشنز تبعهم اجمعهم 280 زائد 740 زائد 680، هذا بيجي خلال جانيوري، خلال فبروري، خلال مارش، مجموعهم 1,700,000. هذا اللي هو توتال كاش كوليكشنز. إذا حيجينا كاش إن للشركة بالكوارتر الأول 1,700,000. هون بيكمل بيقول the displacement for the inventory can likewise be calculated، يعني بيقول قديش بدنا نوزع للإنفنتوري اللي هو المشتريات. اوكي، إذا الآن بطلع بهذه هاي المشتريات. لاحظ المشتريات بنفس الشهر 50 والشهر اللي بعديه 50. طيب الديسبيرسمنت نفس الشهر للمشتريات 50 بنسدد، والشهر اللي بعديه 50. وهي المشتريات انفنتوري بيرتشيزز بجانيوري بنفس الشهر نص ال 350، هيها بيرتشيز 350 حتصب بنفس الشهر، تدفع 175 نص ال 350، والشهر اللي بعديه 175 خلصن ال 350. باجي على فبروري، هاي فبروري بصب بنفسه نص ال 425، هاي اللي هي البيرتشيز 212 و500، والشهر اللي بعديه 212 و500، ومارش 225 بقسمها اكيد قسمين اضربها بنص، هيها 112 و500 بتصب في مارش. في ابريل ماليش علاقه، السؤال بيحكي عن هذا الكوارتر. اذا مجموع ما تم سداده بجانيوري 175، بفبروري 387 و500 اجمع الرقمين، وبمارش اجمع الرقمين بيطلع 325 ألف. صاحبنا بالكتاب هون جامعهم 175,000 في جانيوري، 387,500 في فبروري، 325,000 في مارش، بيطلع عن 887,500 to be dispersed، يعني to be paid out. إذا disbursement for other expenses، إذا بس هذول، هذه للمشتريات. الأذر إكسبنسز بنفس الشهر، هاي all payments for other expenses are made in the month. إذا هذا 150 175 175 كلهم بنفس الكوارتر. إذا حنجمعهن مع بعض 150 175 175 بيطلع مجموعهن 500. إذا في 500 out للأذر إكسبنسز، وفي عندي out كمان للديسبيرسمنت للمشتريات للإنفنتوري. إذا شو بعمل؟ بعمل برجع بدي اعمل جدول، الجدول بقول كوليكشنز اللي هو عملناه قبل شوي اللي هو 1,700,000 شفناه هون، 1,700,000 كوليكشنز بحطها براس القائمة أول ما إجانا، خير وبركة. إذا هاي عندي كوليكشنز 1,700,000 من السيلز، ديسبيرسمنت فور انفنتوري يعني للبضاعة 887,500، ديسبيرسمنت فور اذر اكسبنسز 500,000، هيا هيا زائد هاي زائد تمام. والبيجنينج ريسيفبل عندنا بالسؤال، في بيجنينج ريسيفبل هيا، سوري سوري سوري
اوكي. البيجنينج ريسيفبل هيها بدك تحصلها، حتدخل عليك لانه حصلناها من حصلها، هيها بيجنينج ريسيفبل 300. والبيبل هيا اكونتس بيبل بيجنينج برضه بدك تسددها 500، ضربه كبيره هي 500,000. اذا بطرح البيبل، اذا بعمل نتيجه لهذا الجدول، 1,700,000 ناقص 887,500 للمشتريات تبعت البضاعه، ناقص 500,000 للاذر اكسبنسز، ناقص زائد البيجنينج حصلناه ريسيفبل، ناقص الاكونتس بيبل سددناها، بطلع عند الكاش تشينج او التشينج ان كاش 112,500، بمعنى ان الكاش ازداد الكاش ب 112,500. إذا الجواب عندي هون مشان ما الصورة ما تسكرش، صورتي أنا ما تسكرش على المنطقة هاي. أوكي الجواب 112,500، الجواب سي لسؤال 13، هذه سي. أنا مرقمها 1 و2 بس شايل الإجابة من هذه، هيها الإجابة هون مشيولة. أوكي هاي 1 بدون إجابة، وبالتالي الجواب عندنا سي. إذا يا سيدي العزيز بنروح على السؤال بعد 13 4، هذا التكملة 14. An entity is preparing a cash forecast based on the following information. بتعمل forecasting للكاش، cash in cash out. Monthly sales مبيعات الشهر، December 200، January 200، February 350، March 400. هاي حطيت December 200، January 200، February 350. مرات هاي الطريقة بتساعدني الحل، ومارش 400. All sales are on credit and collected the month following the sale. إذا كل المبيعات على الحساب وتحصل بالشهر التالي. Other month purchases are 60% of next month sales and are paid for in the month of purchase. المشتريات تساوي 60% هيها 60% of next month sales. Purchases 60% of next month sales. من مبيعات الشهر التالي 60% بتشتري هون بضاعة. اوكي؟ And are paid in the month of purchase، وتدفع للأسف بنفس الشهر. اوكي؟ طبعا هذا ضد الشركة. Other monthly expenses 25,000 including 5% depreciation، إذا المصاريف الأخرى 25 منها depreciation تطرح، هذه يجب أن تطرح لأنه ما لهاش علاقة بالكاش. إذا 25 حنحسب 20 تقريبا. If the January beginning cash balance is 30، رصيد أول المدة للكاش 30، and the entity is required to maintain minimum cash balance of 10، لازم دائما يكون عندهم 10، إذا هذا دائما الكاش بتعطل، إذا صار عندك 8 بدك تستقرض 2000. How much short term borrowing will be required at the end of February؟ قديش لازم يقترضوا بنهاية فبروري مشان يمشوا على السياسة ويطبقوها؟ Loans are prepaid in the following month. Sorry مش prepaid، repaid. Loans عندما تأخذ قرض بتسدده في الشهر التالي. Even though that might require additional borrowing at the end of the month، وهذا يتطلب أو قد يتطلب الاقتراض مشان تسدد القرض، يعني تلبيس طواقي، بتسدد هذا القرض بتأخذ قرض ثاني، بس لازم تمشي هيك، القرض اللي بتأخذه لازم تسدده في الشهر التالي. المعلومات هاي انا حطيتها دائما بحطها مشان هاي الكوليكشن كلها بالشهر التالي، وهنا 60% المشتريات من الشهر التالي، مبيعات الشهر التالي، لكنها تدفع بنفس الشهر. ما هو السؤال؟ ما ادري. How much short term borrowing will be required at the end of February؟ قديش بدنا نقترض بنهاية فبروري؟ طبعا انا حاطط جايب الإجابة تبعت الكتاب. مرات عملية الأمور هاي واحد صار عنده خبرة فيها على الأقل مشان يفرز المعلومات. Beginning cash
30,000 معطيه بالسؤال، هيا بيجنين كاش 30,000 جنيوان. بعد ذلك كوليكشن اون ديسمبر سيلز 200,000، والسؤال على فبروري، هيا ديسمبر سيلز بتحصل فيه، لا هون بفبروري السؤال، السؤال على وين؟ على فبروري. اذا جانيوري بتحصل في فبروري، ال 200 بتحصل هون في فبروري. اوكي؟ اذا زائد 200,000 من جانيوري. طيب كوليكشن اون جانيوري سيلز ان فبروري. جانيوري سيلز ان فبروري 200,000، مظبوط؟ ما ادري في عندي مشكله. اوكي هيا كوليكشن ان اون ديسمبر سيلز ان جانيوري، بس هو بيسال عن فبروري. ومعطينا، معلش افهموني، معطينا رصيد اول المده في بدايه جانيوري، وبالتالي بدنا نبدا بقصه، يعني بنبدا جانيوري ونروح على فبروري ونشوف رصيدنا اذا عنده فبروري قديش بده يكون. اوكي فمش غلط نطلع جانيوري لانه ديسمبر سيلز، هيها ديسمبر سيلز حتتحصل في جانيوري. انا بهمني جانيوري ما دام معطيني جانيوري بيجنين كاش بالانس 30، اذا حبدا ب 30 واشوف تحصيلات جانيوري واشوف تحصيلات فبروري وهناك بوقف. وعامل الكتاب هيك 30 رصيد اول المده في جانيوري، كوليكشن بديسمبر بجانيوري 200 اللي شفناها قبل شوي، هيا ديسمبر بجانيوري وجانيوري بفبروري، اذا معنيات جانيوري وفبروري، اذا هذول بيجيهن كل واحده 200، هاي 200 وهاي 200. ديسبيسمنت اوف انفنتوري ان جانيوري، الجانيوري بدك تدفع، هيها disbursement of، هيها paid in the same month. في جانيوري 60% من ما يأتي بعد ذلك الجانيوري مبيعاته حيشتروها بنفس جانيوري، إذا 60% من هاي المبيعات بيشتروها في جانيوري وبيدفعوها نفسها بنفس الشهر. اذا خليني افتح هون disbursement for inventory in January 210,000. كيف اجت ال 210,000؟ اضرب 60% في 350,000، لانه بجانيوري حنشتري 60% من مبيعات فبروري، وبعدين هيها 60%، 60 في 350 وستها بنفس الشهر تبع جانيوري، هيها paid in the same month. اوكي اذا شو معناته؟ بضرب 60% في 3 ب 180 وفي 5 ب 30 بيطلع 210. اذا هاي ال 210 نتيجه 60% في 350,000، ال 210 هاي نتيجه 60% في 350,000. disbursement for inventory in February، فبروري هذا فبروري حيغطي مارش، بمعنى حنشتري بضاعة 60% من مبيعات مارش، 60 في 400,000، 6 في 4 240، إذا 240 حندفعهن وين؟ في فبروري. هيا 240 في فبروري، تمام؟ اوكي اذا هذه 60% في فبروري، اتفقنا كيف حسبناها؟ 6 في 4 400,000 بيطلع 240,000، هي 60% في 400,000 مشتريات بنفس الشهر تساوي 60% من مبيعات الشهر التالي 400,000 بيطلع 240,000، 6 في 4 24 يعني 240,000، وتدفع بنفس الشهر، اذا في فبروري تدفع كاش اوت 240,000، اذا هاي عندي متان 240,000. هلا اذر اكسبنسز قلنا قبل شوي كانت 25،
25 وينها؟ 25 منها 5 ديبريشيشن يتبع تعامل مع 20. إذا بجانوري 20 وبفبروري 20. إذا معناته بطرح كمان 20 وبطرح كمان 20. إذا وبقول المينيمم بالانس اللي هي 10,000. هي المينيمم بالانس 10,000، هذه تعتبر زي الطرح، بدك تعطلها. اوكي؟ إذا بدك تاخذها كانها كاش اوت معك 10,000. إذا نتيجة هاي الأرقام 30 زائد 200، 230، 530 تمام، ناقص 210 و 2450 من 530 80 ناقص 20 60 ناقص 20 40 ناقص 10 بيطلع 30. ما ادري الجواب صح ولا لا. لا انا يمكن اعيد حسابها، طالع بالكتاب 70. هي 30 زائد 200، 230 زائد 200 430، مش 400 ما ادري، المهم 430 صح؟ بنشيل 210 بضل 120، 200 200 400 430 210 اوكي، هون 250 400 450 هون 430 بصير عندي 20 ماينس هون، و20 ماينس 40 ماينس، و20 ماينس 60 ماينس، و10 ماينس 70، مزبوط مزبوط. اذا الشورت فول يساوي 70,000، اذا عندنا عجز ب 70,000 دولار او وات ايفر المبلغ از 70,000، معناته الجواب عندنا لاحظ اديشنال بوروينج، اذا عندك عجز ب 70 بدك تقترض 70 لتغطي ذلك العجز. تغطي منه بدك تغطي اللي هي ال 10,000 هاي اللي لازم ما حد يقرب عليها، لواحد لما يكون عنده 100 دولار بالبيت ممنوع حد، شو هاي؟ كان معطله، كان حد ماخذها منك، ما تقدر تقرب عليها، واذا عندك صفر بدك تستلف 100 دولار مشان تحطها بالبوجه، الاوجه هاي مشان هذه ما ادري، نعتبرها انه something يعني مش لازم يكون مش موجود، فهو يعتبر كانه نوع من انواع الاوت، يعني خلينا نسميها البيمنت. فهي حاططها 10,000 اللي هو المينيمم بالانس ريكويرمنت، حاططها 10,000، المهم انه النتيجه بيطلع عندنا 70,000 الكاش الشورت فول، وبالتالي لازم يقترضوا 70,000 او يس زي ما هو بالسؤال طبعا. شو بقول؟ might require additional borrowing at the end of the month اللي هو فبروري طبعا 70,000 الجواب بي. سؤال 14 هذه بي. اوكي. سؤال 15 A company is in its first year of business. هاي اللي جايب لك اياها first year of business. The company had a beginning cash balance of 85. هي beginning cash balance يساوي 85,000. For the quarter, the company has 50,000 short-term line of credit. هيا 50,000 short-term line of credit. يعني كشف على سحب على المكشوف، سوري سحب على المكشوف. وبالتالي تتفق مع البنك وكذا، وقت ما بدك تقدم الشيك بنصرف لك على حد 50,000. The budgeted information for the first quarter is shown below. Sales January, February, March, purchases operating cost and expenses. All sales are made on credit and are collected in the second month following the sale. هيا sales on credit وتحصل مش بالشهر التالي، بالشهر التالي التالي اللي بعديه. Purchases are paid in the month following the purchase. هيا purchases تسدد في الشهر التالي. While operating costs are paid in the month that they are incurred، مصاري التشغيلية بتدفع بنفس الشهر لأنها رواتب وكذا. How much will the company need to borrow at the end of the quarter؟
if the company needs to maintain a minimum cash balance of زي سولفت ال 10,000 قبل شوي 10 ولا 12 ما ادري 10 اذا لازم الشركه يكون عندها 5,000 برضه هاي بدنا ناخذها بالاعتبار دائما ماينس as required by the loan covenant agreement يعني الاتفاقيه مع البنك انك انت لازم يكون عندك اذا اقترضت من البنك مبلغ معين بقول لك لازم يكون دائما عندك 5,000 جاهزين يعني لحالات الطوارئ بالمهم ما ممنوع يكون عندك مبلغ يعني يمكن حتى بالبنك لازم يكون الموجودات ما ممنوع ينصابن هذول شرط من شروط البنك بيفرضوا عليك فيما لو انه هو يقول لك لازم يكون عندك مبلغ ما تمسه نهائيا حتى يتمم لك يعني هو بيستفيد منه وبالتالي 5,000 تكون عند البنك طبعا هون كوفيننت معناها اتفاقيه او العهد او الميثاق ما ادري السؤال how much that will company need to borrow at the end of the quarter والكوارتر طبعا هذا كوارتر 1 اذا قديش بدها تكون وهي الفيرست يير ولسه بادي بزنس اذا بدها تشوف قديش رصيد او قديش الفلوس اللي لازم تقترضها العمليه سهله تبدا برصيد اول المده هيا beginning balance 85 وين ال 5 هيدا beginning balance كاش بالانس 85 كوليكشن ان اون جانيوري سيلز ان مارش اوكي هاي مارش قلنا الكوليكشن على الكريدت السيلز على الكريدت بس حصل بالشهر مش نفس الشهر ولا التالي وانما تالي التالي اذا تبع جانيوري بتحصل في مارش تبع فبروري للاسف بتحصلش في الكوارتر ومارش بتحصلش اذا 60,000 بتحصل في مارش تبع جانيوري بتحصل في مارش هاي شهر وشهر والشهر الثالث هاي شهر وشهر والشهر الثالث اذا هاي 60,000 زائد رصيد اول مده ديسبيرسمنت بالشهر التالي اذا البيرتشيز تبع جانيوري بتتحصل تندفع بالشهر التالي وفبروري بتندفع بالشهر التالي اذا بدنا ندفع 35 زائد 40 هاي 35 تبعت فبروري جانيوري في فبروري وفبروري في مارش 40 disbursement for other expenses 25 كلهم هذول بنفس الكوارتر بتني سددن currently شهر بشهره والثلاث اشهر هذول ضمن الكوارتر اذا 25000 في 3 75 ولازم يكون عندك مينيمم بالانس ريكويرمنت 5,000 شفناها هون اذا لازم ايش شورت فول يطلع عندك عاجز ب 10,000 بدك تقترضهم وتدبر حالك فيهم هاي كل القصه اوكي يعني الجواب عندك سي هذه سي which one of the following best represent the factor or refactor that should be considered for medium and long term cash forecasting medium and long term cash forecasting للوسط وطويل الأجل pre-tax cost of capital project يعني الكابيتال project اللي هي المشاريع الرأسمالية ما قبل الضريبة بقول هنا بس طبعا إذا هي مشاريع رأسمالية ما قبل الضريبة خلنا نترجمها بس currently current month depreciation هذا نهائيا current month depreciation الشهر الحالي هو بيحكي عن الميديم وعن اللونج تيرم ملوش علاقة بالموضوع impact of stock split stock split بتكسب الورقة ورقتين السهم بصير سهمين سهم قيمته 100 بصير 50 ما له علاقة بالكاش ها بحكي عن الكاش فوركاستنج non routine property sales اذا هذه non routine property sales يعني بمعنى شغلة طارئة بدك تبيعها بعد 10 سنين بعد 5 سنين بعد 3 سنين طائرة بدك تبيعها بدك تحط قيمتها انه بده يجيك كاش نتيجة بيع هذه الطائرة فهذا يجب ان يؤخذ بالاعتبار هي كانت بين يعني بي يو سي اكيد غلط ما بتيجيش نهائيا وانما بين ايه
ودي طبعا ايه انا مركز عليها لانه كابيتال بروجكت. كابيتال بروجكت يعني بري تاكس، يعني ما قبل التاكس، مع انه التاكس له علاقه كذلك بالكاش اوت، بس العمليه واضحه اكثر شيء في قضيه انه نون روتين. نون روتين معناته شغله مش عاديه، مش كل مره ببيع السياره، مش كل مره ببيع الطياره. ببيع الطياره بعد 3 سنوات، خاطط خطه انه استبدل الطياره، بدي اشتري الطياره وبيع طياره، الطياره حبيعها لدوله اخرى او لشركه اخرى وطيبر، بدها تجيب لي كاش، اذا بدي اخذ ذلك في الاعتبار. فانا بعتبر دي احسن من اي. اوكي، دي احسن من اي. بري تاكس كوست اوف كابيتال يعني تكلفه كابيتال بروجكت قديش بكلف قبل التاكس. انا برايي دي، هذه دي. Non routine property sales could result in large fluctuation of cash and should be considered for medium and long term forecasting. يعني تبيع طيارة معناته بدك تجيب لك 10-15 مليون. طيب السؤال اللي بعده 17. Corporation's current year end sales total 240 مليون. هيا year sales 240 مليون. And its ending cash balance was 20 million. Ending cash balance هيها. Cash balance ending. حطها هون عند نهاية السنة هاي. هي ending 20 مليون. The corporation anticipates its sales for the upcoming year will be 260 مليون. المبيعات راح تكون هيها. Next expected next year sales 260 مليون. On average 10% of year sales will be collected during the following year. هي 10% ستحصل بالشهر بالسنة التالية. Assume the corporation has no uncollectible accounts. ما في شيء معدوم من الدين، يعني ما في uncollectible percentage 5% 2% وطيبه. يعني كله راح يتحصل. The corporation also anticipates cash expenses of 230 million and depreciation of 5 million. إذا تتوقع إنه كاش اكسبنسز يعني مصاريف نقدية 240 وديبريشيشن 5 مليون، 240 مليون طبعا. During the next year the corporation intends to spend 30 مليون كاش for capital improvement. بدهم يعملوا يدفعوا مبلغ معين مشان يوضعوا يحسنوا أوضاع الخطوط الإنتاجية طيران وطيبر. بدهم يدفعوا يعني. If the corporation policy is to have a minimum of 10 million cash, رجعنا للمينيمم هاي، لازم دائما تعمل انا ماينس available at the beginning of each year، بداية كل سنة لازم يكون عندك 10 مليون. Its budget cash flow projections indicate that it will need outside financing of، إذا الكاش فلو تبعت البادجت أو البادجت تبعت الكاش فلو توقعات projections يعني توقعات حتكون النتيجة تبعتها قديش. طبعا أنا حاطط الخطوات 1 و2. الخطوة الأولى ببدأ برصيد الكاش، هيا beginning. طبعا هون بحكي if the corporation is to have 10 million cash available at the beginning of the year its budget cash flow projections which means للسنة القادمة، مش مكتوب هيك بس للسنة القادمة، indicate that it will need outside financing، بدها تجيب من برا تمويل يعني تقترض. إذا عندنا رصيد أول المدة 20 مليون، هيو بالسؤال 20 مليون. Current from cash from current year sales. ال current year sales هيها. ال current year sales هيها. Year sales 240 مليون. وينها؟ current year sales هي ال 240 مليون. في 10% بتصب وين؟ بالسنه هاي. اذا هيها 240 في 10% ومبيعات هاي 90% بنفس الفتره. طبعا هو كاتب وساكت 10% will be collected during the following year وأسوم ذات نو ان كولكتيبل اكونتس وما حكاش، معناته تلقائيا خلال نفس السنه حنحصل 90%. اذا هذه
مش معنيه، معني انه نحصل منها 10% في السنه هاي، والسؤال على السنه القادمه لانه بنعمل بروجكشن احنا للسنه القادمه. اذا ال 260 مليون في 90% هيها بيطلع 234 مليون، زائد رصيد اول المده هيو اللي هو الاندنج بالانس للسنه هاي يعتبر بيجننج بالانس للسنه الجايه. اذا بضيف لها 90% من ال 260 مليون تبعت نفس السنه مبيعاتها، وبضيف لها 10% من مبيعات السنه السابقه بطلع 24 مليون. اذا هذه زائد هذه زائد هذه، وبيجي عندي كاش اوت 240 مليون اكسبنسز جيفن بالسؤال. هيا وينها 240 مليون اكسبنسز؟ هيا كاش اكسبنسز 240، هيها 240 كاش اكسبنسز، و30 مليون كابيتال امبروفمنت. كابيتال امبروفمنت معناته بدك تدفع وتحسن الاصول تبعتك، استثمار يعني اصل راس مال بده يصير بدك تدفع مقابله. اذا هاي بالاحمر كمان حاطينه، وهي ليش ما تكون بالاحمر؟ اوكي سوري. اذا صار عندي اوت 240 مليون و30 مليون جيفن بالسؤال اللي هي كاش اوف كابيتال امبروفمنت سبند، يعني كاش اوت. هلا شو بصير عندي؟ 240 زائد 30 بصير 270. هون بدك تجمع 20 زائد 234 زائد 24، 20 و 24 44 زائد 234 278 ناقص 270. هاي 240 230 270 208. اذا بضل عندي فضله زياده، يعني زياده اكسترا ماني 8 مليون. هذا اند وي هاف بوزيتيف كاش 8 مليون، يعني الكاش ان اكثر من الكاش اوت 8 مليون. بقول هو الخطوه الثانيه، بقول لازم يكون عندك 10 مليون مينيموم افيلبل، لازم يكون عندك افيلبل. اذا لازم تقترض قديش؟ بدك تجيب مليونين، لانه عندك على 8 بدك تعمل فاينانسنج بمليونين. هاي كل القصه. اذا to stay above 10 million the company needs a financing of 2 million. حتى يصير هذول بنجيب مليونين بنحطهم على 8 بصير 10، وهو المطلوب 10. اذا الجواب عندنا 2 مليون، الجواب ب 17. هذه بي. سؤال 18. As part of the master budget process، الماستر اللي هي تشمل كل جداول الشركه، الايرادات والمشتريات والمخازن والإدارية والبيع، أي شيء أي شيء، أي إدارة من الإدارات بتطلع الجدول تبعها وبصير شامل كومبريهنسيف. Merchandising company begins، شركة تجارية begins to prepare the cash budget for the same period، بتتعمل كاش بادجت اللي هي كاش إن كاش أوت. Which of the following additional information will be most useful to management in preparing this budget؟ Most useful، ها most حاط تحتيها انا بالاحمر، يعني بجوز كلهم كويسات بس موست. سيلز كريدت بوليسي، كيف بدنا نقول نصبر عليهم سيلز كريدت؟ يعني 210-30 ولا 210-90 ولا 10-10-10 يعني 10-10 ولا 8-10 يعني يعطي خصم 8% اذا بتدفع خلال 10 ايام ولا 20 يوم ولا هاي الامور اكيد بتاثر على الكاش. Purchasing term كمان بتشتري من غيره، بتشتري من الاخر، اذا يا بتعطي وبتشتري. البائع لك عنده شروط كمان 210-30 210-60، اذا السوق ميت بقول لك يا عم ان شاء الله اشتري من عندي وخليك ل 90 يوم، بس برضو يروح يجيب من البنك يقترض مشان يقدر يمول حاله لانه فلوسه تعطلت كلها بكيفه، الناس ياخذوا منه ولا حلنا بعد ثلاث اشهر وهكذا. اذا هذه والله كويسه. بلاند كابيتال اكوزيشن، بلاند كابيتال اكوزيشن، ما هي مصادر الحصول او المصادر او كيف نحصل على الكابيتال؟ الكابيتال يعني انه على الفلوس، على التمويل. اوكي يعني هنا مش واضح الكابيتال اكوزيشن، يمكن سندات، يمكن اسهم، يمكن اسهم ممتازه، يمكن اسهم عاديه، يمكن كذا. اوكي
هذه كويسه. projected revenue بدك تتوقع الايرادات، projected expenses and intended financing activities وعمليات التمويل، يعني كويسين، بس برضو هذول اهم، لا هذول بيلعبوا بالكاش بالضبط متى بدها تيجي الفلوس. credit policies، ليش ما قال sales credit policies، purchasing credit terms، projecting expenses، projected expenses مصاري متوقعة، and inventory procurement policies طريقة سياسات الحصول على البضاعة. اوكي، بلان دايركت ماتيريال بيرتشيزز، كيف تحصل تشتري المواد الخام، كل هذا ضروري بس قد لا يكون له ارتباط بالكاش، لانه بلان ممكن تشتري بس على الحساب. بلان دايركت ليبر، تخطط على العمالة، العمالة كيف بدك تحصل عليها، اكيد بدها كاش. اند بيرتشيزنج تيرم، شروط الشراء، يعني افضل شيء اللي هم هذول بيلعبوا بالكاش. اوكي، ان بريبيرينج ذا بادجت، طبعا ما ادري هون البادجت as a part of master budget march. master budget يعني سنة. A merchandising company begins to prepare the cash budget for the same period. نفس السنة same period، يعني مش طبعا مش دائما الماستر بادجت بتكون لسنة، ممكن تكون الماستر بادجت لخمس سنة، نفس الشيء كل واحد يعمل السكجول تبعه لمدة خمس سنوات. يعني بدناش ندقق على الأمور هاي. Which one of the additional information will be most useful in management in preparing، يعني أكثر شيء بصراحة إيه بتكون مو يوسفول في عملية إعداد إنه كيف بدنا ندفع الكاش وبدنا نشتري وبدنا نسدد الكاش وبدنا نبيع وبدنا نحصل على الكاش والشروط تبعتنا وكيف بدنا نمول، وإذا بدنا نمول الكاستمرز نقول لهم على 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 راسي اقعد ثلاث أشهر حتى تسدد، نعم بنبيعه كثير لكن بدنا نصير نجيب تمويل من البنك ونفكر ما هي البدائل اللي أمامنا وكيف يمكن نصدر أسهم يمكن نصدر سنة، يعني قضايا كثيرة. الجواب المفروض أكثر شيء أقوى إيه بهذا السؤال، لهذا السؤال 18 هذه إيه. The cash budget is a schedule showing the expected cash receipt of this and disbursement. Okay. Knowing the timing of cash receipt and disbursement is essential in preparing the budget. أكيد بدك تعرف متى، إذا اللي هي إيه بتكون بتساعدك على إنك تعرف متى أكثر. Sales credit policies, purchasing terms and planned capital acquisition. كيف بدك تحصل على رأس المال؟ الجواب عندنا إيه. والسؤال 19، A company is preparing its cash budget for the coming month، الشهر التالي. All sales are made on account given the following، طيب كل المبيعات على الحساب. الكاش 50,000 beginning، الاكونت ريسيفبل 180 مشان نحصله beginning، والسيلز budgeted 800,000 بدنا نبيع، كاش ديسبيرسمنت 780، ديبريشيشن 25 ما لهوش علاقه بالكاش، اندنج اكونت ريسيفبل 210 بده يضل عندنا واقف فلوس عند الكاستمر 210,000. وات از ذا اكسبكتد كاش بالانس فور ذا كمباني ات ذا اند اوف ذا كامينج مانث، كامينج مانث اذا بنشتغل على شهر. بدك تشوف الكوليكشن، هاي كوليكشن فروم سيلز اون اكونت، الاي ار هذا بدك تحصله ولا لا؟ هي بده تحصل beginning بدك تجيبه. السيلز اون اكونت ايوه بدك تجيبه، ها لاحظ كوليكشن فروم سيلز اون اكونت، هذه 800 بدك تبيعها، بدك تبيعها هيا بادجتد امونت 800، اذا سيلز اون اكونت بمعنى انه هاي الاي ار زائد سيلز اون اكونت، يعني بمعنى كانوا بده يحسب الاي ار قديش عنده رصيد اول مده اي ار، وصار عندنا اي ار جديد، دير بالك علي او لاحظ معي، الاي ار هذا رصيد اول المده قبل، وحيجي كمان اي ار 800,000 لانه على الحساب معناته ديبت اي ار وكريدت سيلز، تساوي مجموعهم 980. الان بقول رصيد الاي ار ات ذا اند اوف ذا بيريود لازم يكون 210، معناته 980 بده يضل 210، معناته قديش بدنا نحصل؟ 770. اذا اللعبه واضحه، رصيد اول مده للاي ار زائد مبيعات الاي ار اللي هي على الحساب، بجمع بطلع مجموع الاي ار، المجموع الاي ار لازم قديش يكون رصيد الاي ار ات ذا اند اوف ذا بيريود 210، معناته الفرق بيناتهم حصلناهم او بدنا نحصلهم، محسوب نحصلهم، متوقع نحصلهم، اذا عندي 770,000 كاش ان، زائد رصيد اول المده جيفن بالسؤال 50,000. اوكي؟ هيا 50 زائد 770 هيا
بس الواحد بيحاول مشان يغير جو معكم 70 و70 ألف بصير قديش؟ موجود كاش 830. قديش ديسبيرسمنت؟ 780. اطرح بظل عندك قديش؟ 40 ألف. إذا الرصيد at the end of the next month أو coming month بيطلع عندك 40 ألف الجوب. بس شغلة سهلة. بي هذه بي. سؤال 20. Did well corporation sells a single product for 20 per unit. إذا الثمن 20. All sales are on account with على حساب 60% collected in the month of sale, هاي 60%. And 40% collected in the following month, and هاي 40%. هاي الرسمة دائما بتفيدك لو بتستخدمها بالامتحان. A partial schedule of cash collection for the January through March, هاي January, February, March of the coming year reveals the following receipts for the period. التحصيل في الكوارتر القادم. الكاش ريسيبت. ديسمبر ريسيفبل قديش كان؟ نهاية الفترة ديسمبر صار بداية الفترة جانوري، يعني حصلناها بجانوري 32 ألف. وفروم جانوري سيلز بعنا وحصلنا 54 ألف في جانوري. وفروم فبروري طبعا جانوري 54 و36، معناته قديش احنا بايعين؟ 96 و90. هون فروم فبروري لأنه هون في عندك نسبة 60 في 90 ب54 و40 في 90 ب36، يعني هاي المجموع المبيعات 90، هاي 54 60%، وهي 46% 36 ألف. بنيجي لفبروري 66 ألف. فبروري بنفس الشهر 60%، الشهر اللي بعده 40. إذا هذولا هاي 40 وهاي 60. طب ال 60 هاي شو منين جاية؟ اجمعهن 66 زائد 44 بيطلع 110، اضرب 110 في 60% بيطلع 66، و 110 في 40% بيطلع 44. إذا هذه التحصيلات خلال الكوارتر. Other information includes the following. Inventories are maintained at 30 of the following month sales. إذا دائما في inventory هيو، الإشارة هاي للإنفنتوري 30 of the following month sales. طيب. Ted will desires to keep a minimum cash balance of 15. لازم يكون عندهم دائما minimum 15 ألف. ديروا بالكم عليها. Total payments in January are expected to be 106,500. إذا متوقعين يدفعوا بجانوري 106,500، هاي جانوري. Which excludes 12 of depreciation. منهن 12 ألف لا مش excludes، يعني 106,500 غير 12 ألف. ما تروح تطرحها منها. Any required borrowing are in multiple of. والاقتراض بده يكون مش 500 دولار و600 دولار، كل اذا بدك تقترض دولار واحد بدك تجيب 1000. ما في اجزاء من ال 1000. The December 31st balance sheet for the preceding year revealed the cash balance of. ديسمبر الماضي كان كاش بالانس 24900، يعني رصيد اول المده 24900 للكوارتر هذا. بقول ignoring income taxes the financing، تجاهل الانكم تاكسز اللي هو الضرائب. The financing did well will need to in January to maintain the fair minimum cash balance is. The financing did well will need to in January to maintain the fair minimum cash balance. لازم يكون عندهم مينيمم كاش بالانس. طيب خلينا نرجع للبيجنينج، هيو بنهاية ديسمبر شفناه قبل شوي. اوكي بنهاية ديسمبر نبدأ برصيد الكاش تبع نهاية ديسمبر، كاش بالانس 24900 ديسمبر، يعني بيجنينج جانيوري. إذا ببدأ برصيد الكاش أول المدة، هيو بيجنينج بالانس اوف كاش 24900 زائد ريسيبت 86 بجانيوري، هيو 86 اجمع 32 ألف و54 ألف بطلع 86 ألف، يعني الريسيفبل تبع بداية جانيوري زائد الريسيفبل اللي تحصل خلال جانيوري زائد اللي تحصل خلال جانيوري من مبيعات جانيوري اللي قلنا عنها قبل شوي 90 ألف، هذول مجموعهم
اذا هذول كلهم جايات في جانيوري، اذا هي 86000. طبعا السؤال عن جانيوري، نيد ان جانيوري، اذا بدنا نحسب لجانيوري بس. اذا بنقول 24900 زائد 86000 بيطلع 110900. بدك تعمل بيمنتس، تسدد بيمنتس. البيمنتس قبل شوي قلنا 106500، هيا 106500 البيمنتس، هيا 106500. اوكي، اذا بتشيل ال 106500، هاي ما لهاش علاقه، قلنا هاي مستبعده ما لانها مش جزء منها، وبالتالي اصلا ما تبلش فيها لانها ديبريشيشن ما لهاش علاقه. اوكي، اذا شيل ال 106500 من ال 110000، بضل عندك اندنج كاش بيفور بروينج 4400. قديش لازم يكون عندك رصيد؟ هاي وين الرصيد؟ والله ماني شايفه. هي 15. تو كيب مينيمم كاش بالانس ب 15. اذا لازم يكون عندك 15، وعندك انت الان 4400 بدهم يصيروا 15، قد ايه بدك تجيب لهم؟ هيا تو ريتش ذا مينيمم اكسبتبل كاش بالانس ب 15000، ذا كمباني ويل نيد تو بورو ات ليست، بدك تكمل ب 10600 مشان يصيروا 15. بس بقول لك احنا ما بنقرضك 10600، بنقرضك 1000 1000 1000، يعني 600 بدك تاخذ 1000 حتى تاخذهم. اذا بدك 11000. ذا لون ار ان مالتيبل 1000، اذا بورونج ماست بي راوندد تو اب تو 11000، اللي هي تقرب ال 10600 الى 11000، لانه ما تقبل القروض بجزئيه من ال 1000. بس هذا الجواب معناته 11000 الجواب عندنا سي. هذه سي. سؤال 21، فيم ديفلوبس ان انوال كاش بادجت ان اوردر تو، بتطور انوال كاش بادجت من اجل انها تعمل ايش؟ سبورت ذا بريبريشن اوف اتس كاش فلو ستيتمنت اوف ذا انوال ريبورت، حتى تعمل كاش فلو في الانوال ريبورت. كاش فلو ستيتمنت. طيب خلينا نشوف. Ascertain which capital expenditure projects are feasible and which. لا هذا ما له علاقة. Which capital feasible هذه ما لهاش علاقة بقضية الكاش، بالأول بتحدد feasibility وتحدد أي project بعدين تعمل الكاش. Of which capital expenditure project should be deferred. لا بي غلط. Determine the opportunity cost of alternative sales and production strategies. تحدد ما هي التكلفة، بسموها الفرصة البديلة أو تكاليف البديلة، تكاليف الفرصة البديلة لخيارات أخرى للبيع عند برودكشن والإنتاج. لا هذه بتيجي قبل الكاش بادجت، بعد بادجت بسموها دائما اللاست وان تو دو، يعني تقريبا بعد ما تعمل كل الانكم ستيتمنت والمشاريع تبعت الانكم ستيتمنت وال المبيعات والتكاليف والرواتب والاسعار والكوست اوف سيلز والاندنج انفنتوري والبنج، يعني بهالمعنى. Determine the opportunity, avoid the opportunity cost of non invested excess cash and minimize the cost of interim financing. اذا بتعمل الكاش بادجت to avoid the opportunity cost of non invested. والله حلوه، يعني بتعمل كاش بادجت مشان انه اذا في عندك كاش زياده تكون مدبر حالك وين بدك تستثمرها، واذا في عندك نقصان في الكاش تكون عامل حاله طوارئ وتنسيق مع البنك وتقول له يا عمي بالشهر الفلاني بدي مبلغ وقدر مشان اغطي ذلك العجز. And minimize the cost of interim financing، على فتره شهر شهرين ثلاثه بصير عندي ركود وكذا، بدبر قرض البنك مشان ادفع رواتب الى اخره. والله ما في غير دي بصراحه. إذا دي أنا برأيي دي، دي هذه دي. Cash budget is perhaps the most important part of a company budget program. نعم most important، يسموها الحجر الزاوية.
كاش بادجت فاسيليتيتس بلاننج فور لونز اند اذر فاينانسنج. نعم، عشان تقترض وتمول وتصدر اسهم، تصدر سندات، تاخذ قروض من البنوك، واذا في عندك زياده تروح على السندات الخزينه الامريكيه تريجري بوند. A firm should plan how to invest temporary surpluses of cash. تستثمر مؤقتا مشان ما تستثمر ولا تروح على سندات تقدر تبيعها بوقت معين، او تستثمر باوراق ماليه ما تقدر تبيعها، لا بدك تستثمرها في يعني سندات الخزينه الامريكيه اللي هي ذا سيفست، يعني اكثر الستوك او اكثر البونز امنا، لانه الدوله الامريكيه يعني قادر انها تسدد وكذا، وبالتالي مشان وقت بعدين هاي اندر كول، يعني بتبيعها بوقت ما بدك تكسب شويه فوائد وبعدين بتبيعها وبتحل مشاكلك اذا عندك مشاكل. المهم انه اذا في زياده بدك تستثمر، واذا في نقصان بدك تدبر حالك وتلحق حالك. اذا الجواب دي لسؤال 21. سؤال 22. A company uses a calendar year and prepares a cash budget for each month of the year. اوكي، كالندر يير الماليه الميلاديه، وبتستخدم الكاش بادجت فور ايتش مانث اوف ذا يير، اذا كل شهر بتعمل له كاش بادجت. ويتش ون اوف ذا فولوينج ايتم شود بي كونسيدرد وين ديفلوبينج جولاي كاش بادجت. بدك تطور كاش بادجت تبع جولاي، شهر جولاي شو بدك تعمل؟ فيدرال انكم تاكس اند سوشيال سيكيورتي ويذ هيلد فروم امبلويز جون paychecks to be remitted in the internal revenue service in July. والله هذه حلوة المعلومة. should be considered federal income tax and social security tax withheld from employees الذي بتمسكوا عن بسموه من المنبع، يحجز من المنبع وبتحوله بدك تودي فلوس. John paychecks to be remitted to the internal تحول الفلوس هاي وين؟ على الانترنال ريفينيو سيرفيس اللي هو دائرة الضريبة الأمريكية، سميها زي ما شئت. من جولاي. Quarterly cash dividends scheduled to be declared in on July and paid on August to shareholders of record. لا هذه مش مهمة زي ما هي، يعني quarterly cash dividends إذا توزع كاش scheduled to be declared on July 15. لاحظ July 15 يعني ب 15 جولاي. paid on August and paid on August 6 يعني حتدفع، معناته العبرة بالدفع بأوغست، معناته ما لهاش علاقة بالموضوع، احنا بنحكي عن جولاي. July cash budget. إذا property tax lived on the last calendar year scheduled to be paid quarterly in the coming year. Quarterly in the coming year during the last month of each calendar quarter. Coming year ما لهاش علاقة بموضوعنا بجولاي. Record recognition that 5% 5% يعني 5 بالعشرة يعني 5 بالألف 5 per 1000 of July sales on account will be uncollectible. شو دخل هذا بالموضوع؟ يعني ما في غير عندنا اي، معناته اي اللي بتناسب. الجواب اي، حجز من المنبع وتودي وكاش بدك تدفعه ومش عارف شو كذا وطلع جون paychecks to be remitted لمين؟ in July غصب عنك، معناته الجواب عندنا اي ل 22. هذه اي. Withholding amounts that must be forwarded to the federal government represent cash collections that must be dispersed. They would therefore be included in the cash budget for the month of disbursement. Yes, بدهم يوزعوا الفلوس، بدهم يحطوا انه بدهم يودوا شيكات على الدائره الانترنال ريفينيو كود بسموه. ريفينيو سيرفيس، انترنال ريفينيو سيرفيس، خدمات تبعت الدخل الضريبه الداخليه، بمعنى لها علاقه ب الضرائب هيها. withheld social security tax withheld و federal income tax كلها ضريبة. إذا الجواب عندنا إيه؟ سؤال 23. A publicly traded company شركة أسهمها يتم تداولها بالأسواق المالية operates تشغل a seasonal business موسمي with a high production
in the month of November. إنتاج عالي في أيوه in November to produce high. For which suppliers are paid in December? December in December to pay suppliers to take discount. Okay, in December in order to take advantage of purchase discount. High sales typically occur in December. High sales typically occur in December. مبيعات كبيرة في December. With payment received by the company in January. يتم تحصيل البيمنتس للمبيعات في January. The company abbreviated. Companies abbreviated. يعني ملخص December cash budget is shown below للشركة. Cash balance beginning رصيد أول المدة 875,000. Cash received كمان إجاهم 200,000. Cash disbursement payments to supplier بدهم يشيلوا دفعوا سداد للسبلاير ثمن البضاعة 520,000. Other operating cost اللي هي تدفع بنفس الشهر 500,000. وديفيدنس 80,000 بدهم يدفعوا أو هيك شيء بهالوقت هذا. الكاش بالانس at the end of December راح يكون 25,000 بالماينس، عندهم مشكلة عجز في النقدية. اوكي؟ طيب خلينا نشوف. The company is considering alternatives to provide the company with the desired ending cash balance of 75. يعني الشركة عم تاخذ خيارات أو تدرس خيارات لتقدم للشركة إن يكون عندها رصيد cash at the end of the period 75,000 بدل ما يكون عندها عجز 25,000 in December. The best actions for the company would be أفضل طريقة لهذه الشركة إنه eliminate 80,000 dividends، يعني إلغي الديفيدنز. لا يا عمي، إلغاء الديفيدنز مزعج للمساهمين وقد يؤثر على أسعار الأوراق المالية، لأنه أوراق الشركة يعني الأسهم تبعت الشركة، لأنه إذا ما أخذوا يمكن يصير بلبلة وبصير كذا وحكي، ويمكن قيمة الإقبال على أسهم الشركة يقل إلى آخره، لأنه توزيع الديفيدنز يزيد من قيمة الأسهم، فهذا مش حل. And postpone أجل payments of supplier. كمان supplier مش يعني على كيفك، تأجل لهم لازم تدفع لهم مشان تكسب ودهم إلى آخره. إذا الخيار الأول غلط. Eliminate 80,000 of dividends and arrange for 20,000 of short term borrowing. يعني إلغي الثمانين تبعت الديفيدنز وكمان جيب 20,000 of short term borrowing اللي هو قروض طويلة قصيرة الأجل، مش مناسب كمان eliminate الديفيدنز حكينا عنه. Postpone 100 of payments to supplier، أجل دفع فلوس للسبلايرز وتهاوش معهم، ما بتزبط معاك لأنه السبلايرز حينزعجوا مش حيعطوك بضاعة، يعني حيعملوا لك إشكالية. Arrange for 100,000 of short term borrowing، اعمل قرض يعني قروض قصيرة الأجل فوائدها قليلة شهرين وثلاث وأربعة، تكلفة قليلة إلى آخره، بتحل مشكلتك وانتهى الموضوع وخلي الأمور ماشية. إذا ال 100,000 لما بتيجيك هذولا ال 100,000 بغطوا لك العجز 25,000 وبزيدوا لك الرصيد إذا بصير عندك بدل ما في عجز، بلغوا لك العجز وبصير رصيدك 75,000 زي ما هو صاحبنا كاتب عنده هنا في السؤال. هو 75,000. إذا الجواب ما فيه الكلام واضح إنه الجواب دي لها كذا سؤال دي، هذه دي بس. سؤال 24. A company has a beginning cash balance of 10,000، رصيد الكاش هي 10,000، and expects 40,000 in cash receipts، تتوقع يجيها 40,000 cash في for each of the next 2 months، 40 في الشهر التالي و 40 في الشهر التالي. Typically disbursement total about 20,000 per month، وبدها تدفع 20,000 و 20,000 disbursement. اوكي خلينا نعملها بالعشرينات تاي بالاحمر. The company payable policy, company's payable policy has been to pay the bills upon receipt. سياستها أنها تدفع الفاتورة
للسبلايرز لما بتيجي البضاعة to maintain good vendor relationship حتى يحترمونا ويثقوا فينا ويشكرونا and take advantage of any discount, وإذا في discount بنقدر نحصل عليه وكذا على الأقل بيصير في ثقة وودوا لك بضاعة. In month one the company also expects on time 40,000 bill for a patent application. في الشهر الأول متوقع أنها تدفع 40,000 اللي هي رسوم patent. Based on this information select the statement below that reflects the most appropriate action. بناء على هذه المعلومات اختار ما هو الخيار المناسب. Most appropriate action that the company should take relative to the company cash position during the two-month period. Should take relative to the company cash position during the 2 months. الشهر هذا والشهر هذا. The company should arrange a short-term line of credit large enough to cover the projected debt. بدهم يعملوا قرض مشان يغطوا العجز, لأنه هون بالشهر الأول هذا عندهم 10 وحيجيهم 40-50 وبده يروح منهم 20 بضل قديش 30 وبدهم يدفعوا 40 بضل عندهم عجز 10, فلازم يعملوا عقد انهم ياخذوا قرض كريديت لارج شورت تيرم لاين اوف كريديت, يعني سحب على المكشوف قصير الاجل, طبعا اكيد فوائده بتكون قليله حتى يغطوا ال 10,000 شورت فول ديورينج ذا فيرست مانث. كلام منطقي منطقي جدا. خلينا نشوف به. The company should defer disbursement to maintain the desired level of cash. قال لي ما يعني ما تدفعش المطلوب منك يا عمي, ما بتزبطش. السبلاير بدول والرواتب بدهم, يعني الناس اللي بدها فلوسها بدها فلوسها, مش حل مناسب انه والله تعمل بوسبون او ديفر انك تعجل عمليه الدفع, مش تقول والله علي مطلوب للبيتنت ابلكيشن 40,000 بدي اخلصها وبعدين بدفع لكم, ما تزبط. The company should finance the 40,000 payment over longer term. تعمل تمويل على 40,000 مشان تغطي هذول تبعت البيتنت ابلكيشن, but with higher interest. Why? Why higher interest? احنا قصنا خلينا على هذه اللي هي short term line, هذه بتكون الانترست تبعتها منخفضه, ليش مروا على هاي بدل ما نعملها؟ اذا هاي غلط وهاي اكيد غلط. No action is necessary as the company will have sufficient cash during. بالله يعني الشهر التالي بصير عندي كفايه الناس تستنوك وكذا وتقول والله ما بدي اعمل شيء وتتورط انه بدك تدفع ال 40 وعندك 10 عجز, ما تستناش للشهر التالي. اذا الجواب عندنا ايه لهكذا سؤال, الاي هو المناسب. شورت تيرم سحب على المكشوف ومشي حالك وغطي ال 10,000 وانتهينا. الجواب عندنا ايه لسؤال 24. Taking short-term line of credit large enough only to cover the projected 10,000. يعني الغطاء يقول لك ما هو short-term بسموها short-term line of credit, يعني تقدر تقول لحد 25 بس تسحب مش كله. إذا بتغطي ال 10,000 وخلاص لحد 15, ما تقولش بدي 10 بجوز ما تزبطش معك في قضية المفاوضات وما أعطوكيش 10 أو يعني هيك شيء, فأنت خذ أكثر مشان تقدر تغطي فيما لو زاد نقص المبلغ. إذا هذا قصدهم shortfall during the first month and would cover the shortage while minimizing financing cost. طبعا أكيد هذه العملية بتعمل فوائد التمويل منخفضة لأنها short term وسحب على المكشوف, يعني الفوائد بتكون قليلة مش كثيرة. إذا الجواب عندنا لسؤال 24 A. 25. The company's management team is preparing a cash budget for the coming quarter. الكوارتر جانيوري فبروري مارش بيعملوا كاش بودجت, وهاي الريفينيو 700 800 500, انفنتوري بيرتشز 350 425 225, اعتقد مرت علينا. اذر اكسبنسز 150 175 175. The company expects to collect 40 of its monthly sales in the month of sale, هي 40% in the month of sale, and 60 in the following month, هاي 60% to be collected next month. 50% of inventory purchases are paid in the month of purchase. 50% to be paid بالأحمر, هذه purchases, هاي الرسمة تبعت المثلث اسمها inventory للinventory. Payments for purchases 50% وال following month 50%, 50 in the following month, هاي 50%.
Payments for all other expenses are made in the month incurred. كل المصاريف الأخرى تحدث في نفس الشهر. The company forecast the following account balances at the beginning of the quarter. كان عندنا cash بداية الفترة. بداية جانوري 200,000. Account receivable 300. Account payable 400. Account receivable تتحصل سير cash وهذه بدها تندفع. طيب. خلينا نشوف. السؤال given the above information the projected ending cash balance for February will be February will be هون February إذا حنشتغل على January and February فحناخذ الكاش at the beginning of the period هيو هي January حناخذ ال opening balance هيا الكاش 200,000 beginning زائد الاكونت ريسيفبل كله بتحصل هي الاكونت ريسيفبل كله بتحصل 300 هي 300 زائد ما يحصل من المبيعات طبعا المبيعات هون in sales the company expects to collect 40 of its monthly sales in the month of sales اذا 40 في 70% هيها 40 في الكوليكشن 70% في 40% 700,000 سوري ب 40% 700,000 ب 40% اللي هو الكوليكشن في شهر نفسه اذا قد يطلع عندنا 280,000 هاي 700,000 في 40% 280 اكونت ريسيفبل طبعا هاي اوكي وبعدين بيجي الاكونتس بيبل 400,000 اللي هو هذا بده يسدد 400,000 هيو طبعا هذا بتحصل الكوليكشن بتحصل ايوه كوليكشن يعني هذا كوليكشن بس كان بصوره اكونت ريسيفبل بدنا نعمل كوليكشن وهذا كمان بيمنتس اوت يعني بين قوسين هذا احمر والاكونتس بيبل كذلك ايها هاي الانفنتوري الاكونتس بيبل انفنتوري هيا 400,000 بدل 6 طيب وكمان في عندنا يا سيدي العزيز البيرتشيزز 50% تسدد بنفس الشهر و 50% بالشهر التالي هاي البيرتشيزز 50% 350 نصها قديش 175,000 هيا اكونت بيبل 175,000 بيرتشيز تعني اكونت بيبل ديبت بيرتشيز اكونت بيبل كريدت اكونت بيبل 175,000 هيا 350 في نص في نص 5 بالعشرة بيطلع 175,000 اكونت بيبل لشهر جانيوري احنا بنحكي ايوه جانيوري ايوه 350 هي جانيوري وهاي كمان بدها تندفع بنفس الشهر 150 اذا بنقول 200 زائد هذا زائد هذا 200 300 500 780 ناقص 400 بضل 380 ناقص 100 و75 بضل 100 200 380 بنشيل 100 بنشيل 100 بضل 280 بضل 105 لا في غلط بالحسبة 200 و300 500 و280 780 ناقص 400 بضل 380 تمام اجمع هذول الثنتين 150 و175 بصير عندي 325 ل 380 بيطلع 55 اذا الكاش هذا بالانس 55 at the end of the period positive هذا بلف وبصير بداية الفترة فبروري لانه بيسأل هو عن جانيوري فبروري بقول عن الكوارتر تمام هاي the company forecast the following sorry لحظة for February اذا بدنا نشتغل جانيوري بعدين نروح على فبروري معلش يعني انا مش قضية عدم تركيز وانما الاسئلة واسعة وبالتالي لابد الواحد ما يعني ما هواش سكانر الانسان
لكن الحمد لله الأمور تحت السيطرة. إذا الرصيد آخر المدة في جانيوري حيلف ويصير رصيد، ثاني يوم الصبح يصير بداية فبروري بيصير رصيدنا 55,000. بيجي بنقول الأكاونت ريسيفبل تبع فبروري هيها 425,000 في 40%، هي 425,000 قصدي الفبروري، لحظة، الفبروري السبعمية حتصب في الشهر التالي 60%، كمان بفبروري. إذا بدنا ناخذ الاي ار تبع اللي جاي من جانيوري 700 في 60 ب 42، هي 420، 700 في 60، ومره ثانيه بروح على 800، هي ال 800 تبعت فبروري بضربها ب 40، هذا هي 800,000 في 40% يطلع 320، كمان اي ار واي ار تحصيل يعني. بنروح على اكونت ريسيفبل، هي الاكونت ريسيفبل هذا تبع مين؟ هذا الاكونت ريسيفبل تبع جانيوري بندفع في فبروري اللي هو 350 في 50% و425 في 50%، يعني اثنين بيبل تبع جانيوري بتسدد في فبروري، ونص مشتريات فبروري بتسدد في فبروري، هي 50%. طيب اذا هي اكونتس بيبل واكونتس بيبل، اذا 350 في نص تمام، هي 175 زيها، 350 في نص، هذا نص جانيوري وهذا النص الثاني تبع جانيوري، وكمان نص فبروري 425,000 في نص، هي 425,000 في نص، هيو بالاحمر، هيو نص هون ونص هون الشهر التالي. اذا 425 في نص بيطلع 212,500، هذول اوت وهذول اوت. كمان اذر اكسبنسز، يلا هاي الاذر اكسبنسز في فبروري 175,000، هاي اذر اكسبنسز في فبروري 175,000. اذا بتكمل هلا هذه زائد هاي 55 زائد 420 475 زائد 495 795 تمام، بنشيل منهن 175 بصير عندنا 620 200 420 100 520 و 12 و500 ارقام مش ضابطه معي، 55 و420 و320 بالآلة الحاسبة طبعا، 55 زائد 420 زائد 320 437 242 740 795، بدك تشيل منها 100 و200 300 و100 400 وهذه 475 و75 150 550 وهذه 12 502 ونص 62 و500، أكيد الرقم كبير بين 400 700، إذا الجواب 232، بديش أدخل بالآلة الحاسبة وضيع وقت، أنت بتشتغلها والكتاب اللي مشتغلها طبعا. النتيجة بظل عندنا كاش بوزيتيف 233 at the end of February، الجواب 233 و500 اللي هو الجواب سي، هذه سي. 26 which one of the following is in a company's cash budget، أي من التالي يعتبر في الكمباني كاش بادجت؟ هل الديبريشيشن وبلانت اكويبمنت له علاقة بالكاش بادجت؟ لا، هذا حبر عورك. امورتايزيشن برضو حبر عورك. كونفرج هذا الامورتايزيشن يعني استهلاك بسموها الانتانجبل اسيتس. كونفرجن اوف ديبت تو اكويتي، تحول والله ديبت على اكويتي ممكن ما فيهوش كاش. ديسبوز اوف لاند، هذه دي ديسبوز اوف لاند يعني بعت ارض، بعت ارض معناته بدها يجي كاش، بدها تأثر على الكاش بادجت. إذا الجواب عندنا دي 26، هذه دي ما بدنا نقراها. 27 the cash budget must be prepared before completing، لازم تعمل الكاش بادجت قبل ما تكمل. ك
كابيتال اكسبنديتشر لا، كابيتال اكسبنديتشر قبل الكاش بودجت، سيلز بودجت لا قبل الكاش بودجت، فوركاست بالانس شيت، برودكشن بودجت هذه قبل، اذا هذه فوركاست بالانس شيت. اذا الكاش بودجت لازم تنعمل قبل الفوركاست بالانس شيت، اذا ما في غير سي، هذه سي. اذا برو فورما بالانس شيت از ذا بالانس شيت for the beginning of the period updated for projected cash changes in cash والreceivable والinventory. ما هو رصيد أول مدة بصير رصيد آخر المدة. إذا البالانس شيت بدك تعمل بالانس شيت at the end of the period، والبالانس شيت هلا عندك الاكتوال، بس كيف بدك تصل لهناك؟ بدك تاخذ الكاش وتصل للكاش من beginning إلى الending. Inventories payables accordingly etc. طبعا accordingly it cannot be prepared until after the cash budget is completed. اذا لازم هذه معلومه حطوها على جنب، انه البرو فورما بالانس شيت لا يمكن انها تكتمل الا بعد الكاش بادجت. كاش از ا كرنت اسيت ريبورتد اون ذا بالانس شيت، نعم هي عباره عن رقم موجود في البالانس شيت، اذا لا يمكن تكتمل البالانس شيت اذا اكتملت الكاش بادجت. الجواب معناته عندنا سي ل 27. 28 the cash budget is used to plan all of the following except. تستخدم الكاش بادجت لتخطيط لكل ما يأتي ما عدا كاش كوليكشن سكجول، is used to plan cash collection outside financing activity. أكيد أكيد الكاش بادجت تستخدم عشان تعمل outside financing activity، عشان تجيب فلوس من برا، تحسب الكاش ان والكاش اوت وكيف الوضع ماشي، مشان تقدر ترتب لقروض، لا تمويل، لا اسهم، اصدار اسهم، سندات وطيبه. Investing of excess cash. نعم اذا في زياده بدك تعمل عقود استثماريه، تشتري سندات خزانه امريكيه وتدور عند السماسره تقول لهم دوروا لي. The firm dividend policy سياسه توزيع الأرباح، إذا في كاش بتوزع ما فيش كاش بتوزعش، معناته هذه ما في غير هذه لأنه هاي جزء من الكاش بادجت، يعني هي ما بتجيش معانا، كوليكشن جزء من الكاش بادجت. إذا الجواب عندنا إيه؟ هذه إيه؟ بحب أقرأ الموضوع هذا. كاش بادجت combines the result of operating budget with the cash collection and disbursement. الاوبريتنج بادجت اللي هي تبعت الانكم ستيتمنت، وكاش قديش بده يجي قديش بده يطلع، تو برودوس ا كومبريهنسيف فيو اوف ذا سورس اند يوزز اوف كاش. طبعا كله نتيجه بدنا نشوف قديش بده يطلع كاش وقديش بده يجي كاش، وبدنا نعمل تخطيط وقديش نعمل تنسيق مع البنوك مع مصادر التمويل مع 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 بجوز نصدر اسهم بجوز نصدر سندات الى اخره. As such the collection schedule is used to prepare the cash budget but the cash budget is not used to plan the cash collection. يعني نعم الكاش كوليكشن جزء من الكاش بادجت، جزء عنصر بسيط من الكاش بادجت او جزء اساسي، فكيف بده الكاش بادجت تعمل سكجول؟ غلط. اذا الجواب عندنا A لهكذا سؤال 28 except A. 29 which one of the following budget or schedules is not considered when creating the cash budget. أي من الموازنات أو الجداول is not considered with creating the cash budget. ما بدك تعمل cash budget ما تأخذها بالاعتبار. Operating budget ضرورية. Perform a statement of cash flow. Cash collection schedule. Cash disbursement schedule. لازم تعمل كوليكشن ولازم تعمل ديسبيرسمنت حتى تعمل كاش بادجت. But one is not operating budget لازم تعملها مشان تعمل كاش بادجت، اذا is not perform a statement of cash flow. اذا B is not considered when creating the cash budget. لانه الكاش فلو هي كاش بادجت. وبالتالي B غلط مش مناسب يعني. هذا لا يمكن يكون متطلب لاعداد الكاش بادجت، ما يعني خلينا نشوف النقاش تبعها به. The cash budget combine the result of operating budget with the cash collection and disbursement schedule to produce comprehensive view of the source and uses of cash.
The pro forma statement of cash flows is prepared after the cash budget and therefore is not considered in the budget creation. طبعا هون الكاش فلو قصده الستيتمنت اوف تشينجز ان فاينانشال بوزيشن اللي هي الكاش فلو ستيتمنت. يا ريت حط كاش فلو ستيتمنت. الكاش فلو ستيتمنت احنا اتفقنا انها بتيجي نتيجه التغير في المركز المالي، يعني الرصيد اول المده للكاش للبالانس شيت، ارصده عناصر البالانس شيت تنقلها الى نهايه الفتره بتصير بروجكتد، وتشوف السوق شو الكاش بده يصير والريسيفل شو بده يصير والبيبل شو بده يصير واللاند وهكذا، وشو اثرها على طبعا كله اثرها على الكاش. اذا في ترابط بينها وبين الكاش، اذا هي تاتي بعد اعداد الكاش بادجت زي ما مرينا قبل شوي. اذا هذه is not considered لانه هذه تعتمد على الكاش بادجت ولا هي تعتبر جزء من الكاش بادجت او مقدمه للكاش بادجت. اذا الجواب عندنا ب السؤال خلصنا. ولا تنسونا في المشاركة، يعني لا تبخلوا علينا بدقيقتين يا أخي، والفيديو لا تتجاوزوا، خلي الفيديو شغال يا زلمة واعمل لنا مشاركات. فإحنا زعلنا وقعدنا تقريبا أسبوع ما أعطينا فيديوهات، والشباب عملوا لنا جاهة وقالوا لا أكمل وترجوا ومش عارف شو كذا، مشكورين طبعا، لكن بالنهاية I need some support of you. والسلام عليكم ورحمة